مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج ناجي تريبيونال والدريبة. وقبل ما نبدأ والقضية، ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة اليوتيوب متاع ديوان فام، وتحطوا جماعتكم وجادوراتكم، وتبارتاجي والحلقة الأكثر رواج، وشكرا. قضية اليوم صارت أحداثها في عام 2001 في ضاحية من ضواحي مدينة لينكولن التابعة لولاية أوريغون الأمريكية، واسمها ويتبور، تطل على المحيط الهادي وفيها خليج من أروع ما ثم في الولايات المتحدة. يجيوها المغرومين برياضة السرف وإلا ركوب الأمواج، ومش هذا برك، فيها زاد نهر ألسيا المعروف واللي شق مواقع طبيعية خلابة وثرية بالصخور والنباتات المتنوعة. أما في الشتاء ما فما كان البحر الهايج والمايج، وأهرب برك الموجة تولي في علو ناطحات السحاب متاع نيويورك، وكي تهبط على الديار قريبة ترحلهم. في نفس الإطار مجريات الأحداث انطلقوا في آخر نهارات الربيع، وبالتحديد في عقاب شهر ماي. النهار بدأ يطلع ومواطن من هكا اللي يقوموا بكري ويتمشوا على حرف الشط قبل ما يبداوا نهارهم كان يعمل في دولاشة ماشية وجاية باش يدور الدم ويستمتع بشروق الشمس. وعلاش ما تقولش هو هكاكا ويشوف في حاجة من بعيد تهز فيها الموجة وتحط، وهي مرة على اليمين مرة على اليسار. ظهرت له إلا شك اللي هي جثة، وقتها صفن سرواله ودخل الماء باش يثبت. وفعلا كل شيء يوحي اللي هي جثة، وقتها تفجع بالحق وجمد في بلاسته وبقى واقف ضربته الدهشة، حتى لين فهم أنه يلزمه يعلم الشرطة متاع النجدة، وخرج يجري من الماء ومشال أول هاتف عمومي طلب 911. عديه له الشريف متاع مدينة نيوبور اللي تبعد 30 كيلومتر عن المكان اللي تم فيه اكتشاف الجثة. وعلى فكرة واتبور ما فيهاش مركز، وعدد سكانها أقل من 2000 نسمة. في ترابط هالأحداث الشريف متاع نيوبور والأعوان متاعه جاءوا على جناح السرعة، وأول مرة يجيهم بلاغ، وخاصة الحكاية فيها جثة، معناها بالنسبة ليهم حدث عمره ما صار فيها كالبقعة. مختصر الحديث، الشرطة استعانت بغواصين دخلوا للبحر باش يجبدوا هكا الجثة المفوجة على الماء، والموجة تطلفح فيها قريبة تهزها للشط. ولهنا الغواصين تفاجئوا بالجرم متاعها، معناها بحجمها، لأنها ظهرت ماهيش متاع كاهل وإنما متاع طفل صغير بالكل، عمره ما بين 3 ولا 4 سنين، لابس تبان ومريو الخلعة، معناها ملابس داخلية، ولا عنده لا أثار طلقات نارية لا طعن لا جروح ولا كدمات تدل اللي هو وقع تعنيفه. وبالتالي مسألة موته هي نقطة استفهام في حد ذاتها، كيفاش مات؟ زعما هالطفل الصغير هبط يعوم وغرق والماء جابه حتى للشط، وينجم يكون زاد حد غرقه بالغذرة باش ما يخليلوش أثار عنف على جسمه. وفي كل الحالات كيفاش طفل صغير في عمره هو يغرق من غير ما حد يحاول ينقذه أو حتى يعلم عليه؟ وعلاش ما هوش لابس مايو إذا كانوا هبط يعوم؟ هذا ربما واحد طيشه في البحر بحوايجه، وربما وقتها راقد. في تواتر هالأحداث هكا طفل الغريق، ومن خلال المعاينة الأولية ظهر اللي هو ولد ناس، معناها من عائلة مرموقة، والدليل هما ملابسه الداخلية لأنه من ماركات عالمية وغالية، وكان ظاهر أنه أمه لاهية بيه بالقداء. شعره محجم، ظوافره مقلمين بعناية كبيرة،
وما عندوش لسخة متاع الإهمال اللي عادة تلقاه عند برشا صغار. ونفس السؤال يعاود يطرح نفسه، كيفاش هتفل غرق والجاب والغادي؟ في المرحلة هذه الاستنتاجات الأولية متاع الأمنيين استبعدوا أنها تكون عملية إجرامية، لكن اللي حيرهم أنه حتى حد ما جاء علم على اختفائها كطفل صغير، وحتى حد ما حاول بشي منعه هو في حالة غرق، ولا تم إبلاغ الشرطة في الوقت المناسب. أشنو اللي صار وعلاش هكا طفل بقات جثته في الماء والموجة تهز فيه وتحط من غير ما يبلغ عليه حد؟ ما عندوش والدين؟ الأمنيين لهنا فركسوا في البلاغات اللي عندهم في نيوبور، وما لقاو حتى بلاغ على حالة اختفاء فيها تطابق مع الطفل الصغير اللي لقاوه، لا من ناحية السن لا من ناحية الملامح. زعم عائلته مازالوا ما فقدوهش، ما فتنوش بيه، وإلا عملية اختطاف كانت النهاية متاعها مأساوية. وربما الأولياء متاع الطفل ما كلموش الحاكم لأنه المختطفين هدوهم إذا يعلموا الشرطة يقتلوا لهم ولدهم، لكن في نهاية الأمر قتلوه. الحاصل الأسئلة عديدة، والمحققين سألوا الناس الكل في واتبار ودوائرها ووراهم تصويرة الطفل، لكن حتى حد ما عقله ولا تشبه عليه. في تواتر الأحداث الشريف متاع نيوبورت بحكم المحدودية متاع الإمكانيات اللي عنده كلم الشرطة الفيدرالية يعني الـ FBI باش هما يتكفلوا بالتحقيق، لأنهم عندهم نفوذ وصلاحيات أكبر خلف الخبرة اللي تمكنهم من حل عديد القضايا بكل أريحية. وعلى فكرة الـ FBI كانوا يعاولوا برشا على الإعلام في تحرياتهم، ويكفي باش يستعملوا شبكة المقرات متاعهم في الولايات المتحدة باش يوصلوا أي معلومة للعموم. وفعلا تصويرة الطفل الغريق وصلت للناس الكل في ظرف قصير، تم بثها في التلفزات والعباد الكل شافوها وتلصقت في الأماكن العامة من إدارات وقهاوي ومطاعم وفي الشوارع خلف البلاغات الإذاعية اللي كانوا في جرة بعضهم على مدار الساعة. والطريقة هذه جابت نتيجة. في نفس السياق ما تعداوش نهارين وجات مكالمة للشريف من عند واحدة اسمها دينيس تومسون، قالت اللي هي تعرف هكا الطفل حق المعرفة، وتعرف زادة أم وبوه وإخواته. والشريف مشال دونيس هذي طاير تيران هو وجماعته، وبتبيع قالت لهم على الطفل واسمه واللي هو زكريا لونغو، بلغتنا زكريا لونغو، عمره 4 سنين. ودونيس كانت ساعات تتلها بيه هو واخواته البنات الاثنين، سيلي اللي عمرها أقل من 3 سنين وماديزون عمرها عام. وباقي وعلى لسان دونيس هذي قالت بكل بساطة اللي هي كانت البيبي سيتر متاعهم، يعني حاضنتهم، يكلفوها برشا أولياء باش تشد لهم صغارهم في الليل، يعني وقت اللي أولياءهم يمشيوا يسهروا ولا عندهم أمور أخرى تتطلب منهم ما يهزوش معاهم ولادهم. وقالت زادة اللي هي تعرف البو مليح واسمه كريستيان لونغو، واللي كان زميلها في القهوة اللي تخدم فيها، معناها سيرفر كيفها، وفي نفس الوقت كانت صحابية ومرته ماري جاين، ومستانسة تشد لهم صغارهم أما من غير مقابل بمزيتها وقت اللي تبدأ عندهم خرجة. في تسلسل هالأحداث الأمنيين يلزمهم يتأكدوا من أقوال دونيس، وبالتالي بش يهزوها معاهم للمعمل الجنائي على أساس تتعرف على الجثة. وإذا عقلتها طفل زكري معناها الشرطة بش تولي عندها الهوية الكاملة متاعه ومتاع أفراد عائلته بالطبيعة. لكن هما وينهم؟ وين البو وين الأم؟ وينهم إخواته؟ وعلاش حتى واحد ما تعرف على هكا طفل في واتبور؟ دينيس تومسون البي بي سيتر اعتاد جزء من الإجابة، وقالت أنه حتى حد من المنطقة هذيك ما يعرف هالعائلة هذه، لأنهم مازالوا كينقلوا الغادي وعندهم أقل من 2.5 شهر من اللي جاوا، وخلف هذا جابدين رواحهم وما يلفتوا انتباه أيا كان. المختصر المفيد أنه دونيس كي شافت الجثة متاع زكري عقلته بصيفة لا تجعل مجال للشك والاختلاف، وهذا اللي بش يسهل المأمورية على أعوان الـ FBI.
وسألوها على مقر السكنة متاع عائل زكريا، وهي عطاتهم الأدريسة ومشاو. والدار ما كانتش بعيدة، موجودة في قلب واتبور على حرف الشط. في نفس الإطار أعوان ليفي آي وقت اللي مشاو للعنوان اللي عطاته لهم دينيز، يعني الدار اللي موجودة على حرف الشط، في بالهم باش يلقاو كريستيان لونغ وهذا وعائلته غادي. دقوا الباب، عاودوا دقوا، بقاو يستناو وما جاوبهم حد. الدار كانت فيها صمت رهيب. وقتها افترضوا أنه مالي الدار خرجوا، يا أما بصفة وقتية يعني باش يرجعوا، وإلا هربوا. ولهنا أعوان الأمن متاع الفبي آي عاينوا البلاصة مليح مليح، وما وصلوا لحتى نتيجة. واختفاء عائلة لونغ بكلها ولا هو زاد محير. وفي الأثناء علاش ما تقولش أنه في الوقت اللي أعوان الفبي آي مشاو للدار متاع لونغو، هكا الغواصين اللي جبدوا الجثة متاع طفل زكريا بقاو يمشطوا في البلاصة لعل يلقاوش أشياء تفسر الظروف اللي غرق فيها هكا الطفل. يعني كيما نقولوا يحبوا يقطعوا الشك. وجاب ربي واصلوا في التمشيط في هكا البحر، وغادي باش يعملوا اكتشاف مدوي يصدم الناس الكل. جبدوا ساك دو كوشاش، يعني حقيبة نوم كبيرة مسكرة، وبالطبيعة فهموا اللي في وسطها جثة. وكي حلوا هكا ساك دو كوشاش لقاو فيها بنية صغيرة عمرها قرابة 3 سنين، وتشبه بشكل كبير لزكريا اللي سبق أنهم شافوه كي جبدوا الجثة متاعه من البحر. مختصر الحديث، البنية كيف كيف كانت كي خوها لابسة ثياب داخلية متاع حد كان راقد، ونوعية الثياب متاع ناس مرموقين، وظاهرة زادة أن عائلتها كانت لاهية بيها بالقداء. الغواصين لقاوها مرزنة بحجرات كبار باش في ساعة ما تغرق وتهبط فوندو، وواحدة من هكا الحجرات كانوا رابطينها بحبل في ساق الطفلة باش في صورة ما إذا هكا الساك دو كوشاج تحل وطلع الفوق، الطفلة ما تطلعش معاه، تقعد مربوطة في هكا الحبل اللي مجدود بالحجرة في قاع البحر. في مجريات الأحداث والأبحاث، الطريقة اللي تقتلت بها البنية هذه ولات واضحة وجلية، وهذاك علاش لا كانت تحمل لا أثار عنف لا جروح، لأنه بكل بساطة تقطع عليها نفس، بلعت الماء وغرقت. ولهنا المسألة بالنسبة للفبي آي بدأت تتوضح، أنه الظروف اللي مات فيها طفل زكريا هي تقريبا نفسها، بعبارة أوضح هو زاد تحط في حقيبة نوم ورزنوه بالحجر، لكن الجثة متاعه الله أعلم كيفاش خرجت مكة الحقيبة وفوجت فوق الماء. والغواصين باش يتأكدوا أنه مصير هكا البنية هو نفس المصير اللي لقاه زكريا قبلها، بقاو يفركسوا في هكا البحر ساعات وساعات، حتى لين لقاو ساك دو كوشاش فارغ وفي وسطه حجرة وحبل مفكوك، معناها هذاك هو الساك اللي كان فيه زكريا. لكن لهنا تبقات مسألة التعرف على البنية، والوحيدة اللي تنجم تعطي هويتها للمحققين هي دونيس تومسون. ولو كانت الطفلة هذيك هي أخت زكريا، معناها باش تعقلها طول. وهذاك هو اللي صار، هزوها للمعمل الجنائي وعقلتها. ولهنا من اللي كانت جثة ولا وزوز، والمحققين من اللي كانوا يفترضوا أنه موت زكريا عرضي القاو رواحهم قدام زوز جرائم قتل، معناها كالصغيرات غرقوا بفعل فاعل. القتل العمد واضح وجلي، وأدوات القتل موجودة. ولهنا باش تضاف مجموعة من الاستفهامات على هالوحش اللي سولت له نفسه باش يقتل زويز ملايكة بهكا الطريقة ويرميهم في البحر. والسؤال اللي أكبر، علاش قتلهم؟ شنو الدافع وراء الجريمة؟ خاصة إذا عرفنا أنه ما ثم حتى أثار متاع عنف على الأجساد متاعهم، معناها المساكن اتحطوا حيين في حقائب النوم ورماوهم في وسط البحر وماتوا لأنه استحال عليهم التنفس في وسط الماء. في نفس السياق، المحققين متاع الفبي آي رجحوا أنه اللي قام بالجريمة قاتل متسلسل متخصص في الأطفال، والنوع هذا فعلا موجود. وسبق أن قدمنا لكم قضايا تحكي على تيور ان سيري دونفون، كيما القاتل التسلسلي الكولومبي ألفريدو غارافيتو واللي قتل 170 طفل وطفلة
على امتداد 19 سنة. وفي قضية الحال اللي كان مخوف الشرطة أكثر هي إمكانية وجود جثث أخرين، معناها أطفال أخرين اتقتلوا غرقاً، وهذاك علاش الغواصين واصلوا خدمتهم وزادوا وسعوا في دائرة التفتيش. وبتبيع السؤال باقي عاود نفسه، وين بقية العائلة؟ يعني البو كريستيان لونغو، مرته ماري جين، وبنتهم الصغيرة بالكل ماديزان. اشنو اللي صار لهم؟ المحققين متاع الاف بي اي طلبوا من السكان باش يعاونوهم، واللي عنده اي معلومة مهما كانت يفيدهم بيها. ولهنا جات برشا مكالمات للشرطة وللاف بي اي، واهم واحدة فيهم كانت من عند مواطن قال انه ليلة قبل اكتشاف الجثة متاع زكري شاف واحد على القنطرة متاع وينسلو، ما هيش بعيدة بالكل على المكان اللي انتشلوا منه الجثة متاع زكري واخته. وحسب قوال السيد هذا كان موقف كرهبته على كالقنطرة وحاطت فود ديتريس، يعني أضواء منها متاع نجدة وتحذير من الخطر. وباقي وعلى لسان هالمواطن قال أنه وقف كرهبته هو زادة، واقترح على كالسيد اللي مشى على الأضواء وباش يعاونه إذا كان عنده بان أو مشكلة. لكن الآخر قال له لا، ما فما حتى شيء، الكرهبة سخنت شوية ويستنى فيها تبرد ويمشي. وباش ما نطولوش عليكم بحديث المواطن هذا، قال للشرطة أنه لاحظ برشا اضطراب عند هالسيد هذا، معناها بالنسبة لي أموره تظهر مستربة. لكن ما جاتوش الفكرة أنه يسجل الرقم المنجي من بتاعك الكهرباء وما يتذكرش زاد الماركة متاعها. وأكيد راكم فهمتوا أنه الشهادة متاع المواطن هذه في عود باش تقدم بالبحث زادت عقدة الأمور. في تعاقب هالأحداث الفكرة اللي جات الأعوان الـ FBI والمفتشين متاع الشرطة أنهم يستدعاوا الشخص اللي شاف الجثة متاع زكري، يعني هكا اللي كان يعمل في دولاش على حرف الشط وعلم الشرطة. وهذاك هو اللي صار، جابوه زاد وثبتوا وتحققوا من الهوية متاعو. وكي عديوا على الكمبيوتر على أساس يعرفوا عندوش سوابق عدلية وإلا لا، اتفاجئوا لأنه الشخص هذا سبق له وتحاكم من أجل تعنيف طفل، ودوسية معبي بالشكايات اللي جات في شأنه من أجل العنف الممارس على الأطفال. وخلف هذا المحققين عرفوا اللي هو زادة كان مدمن على الكحول ويحاول باش يبطله ويمشي الجمعية اسمها ليزالكولي كانونيم، يعني مدمنين الكحول المجهولين. وهوكا يتقابلوا في هالجمعية هذه ويحكيوا على مشاكلهم ويحاولوا باش يلقاو حلول للمعضلة متاعهم وينحيوا الشراب. الحاصل المحققين مشاو المقر الجمعية اللي يتلموا فيها المدمنين هذم وفركسوها سانتي سانتي، بما فيهم التواليت تفقدوها، لأنهم يفترضوا اللي زكري تم حجزه غادي بل ما يتحط في ساك دوكوشاج. والأخصائيين متاع المعمل الجنائي عداوا مادة اليومينول الغنية على التعريف في القاعة هذيك الكل والحيوت متاع الجمعية، فماش ما تبان لهم آثار متاع دم. وفعلا القاوا دم في التواليت، خذاوا منه عينات بعثوها للتحاليل، وهكا السيد بتبيع بقى على ذمة التحقيق في انتظار النتائج. زعما يطلع هو صاحب العملة. في المرحلة هذه من القضية المحققين وهما يستناو في نتائج التحاليل وربشوا في الماضي متاع كريستيان لونغو وبتبيع مرته جين، يتمثل في أنه الأولية متاعهم طلقوا وهما مازالوا أطفال. ووقت اللي تعرفوا على بعضهم، يعني كريستيان لونغو كان عمره 17 سنة وماري جين عمرها 20، كانت أكبر منه بثلاث سنين. لكن كما تعرفوا الحب ما يستعرفش بالسن، وخلف هذا ماري جين تربيت في عائلة مدينة برشا من هكا اللي يسميوها لتيموان دو جيوفا، وهذم طائفة دينية ظهرت في الولايات المتحدة ومتفرعة على المسيحية وعندها جانب محافظ جدا في ممارسة العقيدة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كريستيان لونغو ومرته ماري جين عرسوا عام 1993، وفي 1997 جابوا صغيرهم الأول واللي هو زكري.
من بعد خلطوا الاثنين الاخرين سيلي وبعدها ماديسون. وكريستيان لونغو كان وقتها يخدم في بوتيك تبيع لي كاميرا. وحسب التحريات الاولى العائلة كانت متوازنة، البو والام لاهين بصغارهم وموفرين لهم كل شيء، معناها معايشينهم عيشة كيما صغار الاثرياء رغم اللي ما همش غنية. وبحث الاجوار اللي عملوه الامنيين اثبت انه ما ثم حتى مشاكل ما بين كريستيان ومرتو، وهذا ربما في الظاهر معناها قدام الناس. وقد يكون بحث معمق هو اللي نجم يكشف امور اخرى ان وجدت. في نفس السياق المحققين تحصلوا على معلومات ثمينة برشا، وعرفوا انه كريستيان لونغو عمل مشروع متاع تنظيف شواطئ وحظائر بناء، معناها كي تكمل بنية ينظف الشانتي متاعها، وأموره من الأول مشيت مليح مليح. لكن في سعم الريح دار والمؤسسة متاعه فلست وما عادش لاقي باش يخلص الخدامة. وعلى هذاك في أفريل 2001 نقل الواتبور ودبر دار مقابل البحر وخدم في قهوة، وغادي في نتعرف على دينيس تومسون واللاب صحاب. ودينيس قالت أنه لونغو كان وليد شهلول وضحاك وصاحب نكتة، وبما أنه مزال كي جاء الواتبور ما يعرف فيها حد، وهي حاولت باش تعاونه يعني دينيس. وهاوكا كي يبدأ عنده ما يعمل هو ومرته، هي اللي تشد لهم الصغار. وقالت أنه الوليدات كانوا متربين رايدين يعملوا الكيف، وهي تعلقت بيهم بصفة كبيرة وما هيش مصدقة أنه حد كان يكرههم أو حاقد عليهم لدرجة أنه يقتلهم. ولهنا نرجع للسؤال متاعنا، وينو كريستيان لونغو؟ ويني مرتو ماري جين؟ زعمة قتلو وإلا ينجم يكون رجلها كريستيان ورط روحه مع المافيا في أمور متاع سلف وانتقموا منه ومن عائلته وقت اللي ما نجمش يسدد الديون متاعو. في نفس الإطار الأمني الشرطة جابوها كالسيد اللي شاف الجثة متاع زكري وخلاوها على ذمة البحث. أول حاجة قاموا بها عداوها على ديتكتور دو مونسونج كاشف الكذب، واستنجوا اللي هو ما عنده حتى علاقة بقتلانا كالوليدات. وخلف هذا التحاليل متاع الدم اللي لقاوها في التواليت متاع كاليزال كوليك أنونيم، ظهر متاع واحد منهم من المدمنين على المخدرات وكانوا يزرقوا غادي. في تعاقب الأحداث بداية الخيط اللي بيش يوصل للمحققين الحل اللغز جاهم في بلاغ من عند أوتيل في نيوبور، ويتمثل في أنه أعوان النظافة متاع هاكل أوتيل وهما يفرغوا في الزبلة القاو ألبوم فيه تصاور متاع زكري أخته سيلي وميديزون، والقاو زاد الأوراق الشخصية متاعهم ومتاع أمهم يعني ما بين مضامين ولادة وغيرهم، والبرمين تاع ماري جين كان زادة موجود. وكي تم إعلام الشرطة وقعد تثبت من قائمة النزلاء تاع الوتيل، اتأكدوا أن عائلة لونغو باتوا غادي في هكا الوتيل قبل ما يلقاو دار في واتبور. وعلاش ما تقولش أنه المحققين وهما مازالوا يفحصوا في التصاور والوثائق اللي لقاوها أعوان النظافة، وهبط عليهم خبر آخر مفاجئ ومفادوا أنه في مياه نهر ألسيا واللي سبق وقلنا لكم ما هوش بعيد على شاطئ واتبور وتحت قنطرة وينسلوها كاللي المواطن شاف فيها واحد موقف كرهبته الفوق وحاطت لي فو دو ديتريس، باش يتم اكتشاف زوز فليجات لقاوهم غواصين جاو يعملوا تمشيط للبلاصة على أساس يعرفوا شكان يعمل هكا السيد فوق القنطرة ومشعل هكا لي فو متاع كرهبته. ووقت اللي طلعوا الفليجات الصدمة كانت مدوية. أولاً الفليجة اللي كانت أرزن من الأخرى خارجة منها خصلة متاع شعر أصفر، وأكيد راهو بقى واحد الوقت اللي تسكرت كالسلسلة متاع الفليجة، يعني متاع حد سكرها بالزربة كما جات. ووقت اللي حلوها اللي كانوا يتوقعوا فيه صار، القاو جثة متاع امرأة، والمحققين مش يعرفوا اللي هي ماري جين بما أنهم عندهم تصويرتها ولا يعرفوها، والجثة متاعها كانت عريانة وأثار متاع خنق باين على رقبتها. وبالنسبة للفليجة الثانية واللي كانت أخف، لقاو فيها كالبنية المسكينة الصغيرة ميديسون
هي زادة كيف كيف مخنوقها. لكن السؤال المطروح، وين البو كريستيان لونغو؟ وإذا هو زادة تقتل كيفهم، الجثة متاعو وين؟ في تصاعد هالأحداث، المحققين زادوا استدعاوا دينيس واستجوبوها، لربما عندهاش معلومات أخرين. فعلا فاجئتهم بمعطى غريب، قالت اللي هي نسيت باش تقول لهم حاجة ومعطاتهاش أهمية، لكن هالشي اللي نسيته باش يظهر هو لب القضية. وبرا عاد فركس علاش نسيته وتغافلت عليه، ويا هل ترى هذا كان بصفة عفوية وإلا لا إرادية؟ مختصر الحديث، دينيس قالت أنه آخر مرة شافت فيها كريستيان لاحظت اللي عينيه أحمر كأنه كان يبكي، وقال لها أنه مرته ماري جين هزت صغارها وخلاته وحده، معناها هربت عليه. والمعلومة هذه بالطبيعة باش تغير مجرى الأحداث بصفة كلية، والشبهة باش تتحط على كريستيان لونغو، واللي في اعتقاد الاف بي اي ولا هو المجرم، يعني هو اللي قتل مرته وصغاره ومشى يا لندراوين باش يخبي وجهه. لكن وين مشى؟ وهذا اللي يلزمهم يعرفوه الأمنيين. في تواتر هالأحداث، المحققين رجعوا يربشوا في الماضي متاع كريستيان لونغو، وركزوا في الحاجات اللي عملها في الأعوام الأخرى، وكانوا يسخايبوا خالي من السوابق وما شافوش وما ثبتوش اش عنده في الدفاتر متاعو. لكن كي لوجوا وتقصاه ولقاو السيد سارق وقلاب وكذاب من الرعيل الأول، لكن ما كانش مظهر بالكل، اذكي برشا وعرف كيفاش يولي في صورة بو عائلة مثالي، وثرنتو لا عنده لا عهد لا ميثاق لا شرف قدام الفلوس، وما يفهم شيء، يبيع أم وبوه من أجل الحنينات. وهذه حاجة غريبة بالنسبة لواحد تربى في بيئة مدينة محافظة لأبعد الحدود، وعائلة لونغو زادة كانت من اللي تيموان دو جيوفا. أعوان الشرطة الفيدرالية يعني الاف بي اي بقاو باهتين ومصدومين، لأنهم كي حلوا الدوسيات متاع كريستيان لونغو داخوا في أمرهم، على خاطر حتى واحد منهم ما كان يتخيل ولو للحظة الأشياء اللي اكتشفوها. وثرانتو كريستيان كان قالب بارشا ناس وسرق عباد أخرين، سرق كراهب ماكينات متاع تنظيف شواطئ، سيب شيكات بدون رصيد، ومرة حب يقبض شيك مدلس وكيفاقوا بيها رب، لكن خلى البرمي متاعو في قيشي متاع بانكا، والعملة هذه تحكم عليها بالسجن. لكن في ساعة مخرج بصراحة شرطي لحسن السيرة والسلوك. بالنسبة لمرته ماري جين، هي المسكينة اللي كانت حامل عمايله الكل ساكتة وما ظهرت شي للناس، واللي يشوف يقول اللي أمورهم على أحسن ما يرام، وكانت محافظة على وليداتها ومبعدتهم على مشاكل بوهم، خاصة وأنه كان يعنفها، وبحكم اللي كان يخاف من أمها وبوها ما يحبهمش يعرفوا تصرفاته الحقيقية، وعلى هذاك كان كل مرة ينقل الولاية باش يبعد مرته ماري جين أكثر ما يمكن على عائلتها، ووقتها يعمل فيها اللي يحب. في التطور هذا من القضية، المحققين ما عاد عندهم حتى أدنى شك أنه كريستيان لونغو هو اللي حد زكري وسيلي في كاليساك دو كوشاج، وربط لهم ساقيهم في حجرات وطيشهم في قاع البحر، وهو زاد اللي خنق مرته ماري جين وبنته ميديسون وحطهم في فليجات ورماهم من فوق قنطرة وينسلو في نهر الألسيا. وأعوان الشرطة الفيدرالية الاف بي اي يلزمهم يلقاوه في أسرع وقت، وبالتالي تجندت كل الأجهزة الأمنية باش يطلعوه وين موجود. وهو جايكم الحديث، في ترابة الأحداث، الشرطة الفيدرالية وبالوسائل المتطورة متاحة بداوا يتبعوا في الجرة متاع كريستيان لونغو، وبحكم اللي عنده خبرة في القلبة والسرقة والكذب والهروب، ما كانتش عنده صعوبة باش يتنقل من بلاصة لبلاصة بكل سرية، وما حارش بالكل، دبر بطاقات بنكية شرى بيهم حوايج كلا بيهم وبيت في وتلة، وآخر حاجة عملها خذا تذكرة متاع طيارة الكانكون في المكسيك، معناها السيد مشى يتخلع ويعمل فرياقة. المختصر المفيد أنه الهروب متاع كريستيان لونغو للمكسيك
باش يعقد المسألة شوية، لكن الـ FBI كانوا عندهم عون موجود على عين المكان غادي في المكسيك، وهو اللي تكلف بالقضية متاع لونغو. أولاً حطلوا تصاوروا في البلايس الكل تحتهم إشارة تقول أنه هذا واحد من أخطر 10 مجرمين في الولايات المتحدة ومطلوب للعدالة. وما تعداوش 48 ساعة كلمهم دليل سياحي قال اللي الشخص هذا يعني لونغو شافوه في مخيم، وبالوقت مشالوا هكا العون بتاع الـ FBI ومعاه قاطوم كامل من الشرطة المكسيكية. فاجئوه هو تحت جيتون، ايش يعمل؟ يغرم في زمانه في تنبك الحميميات مع صحفية ألمانية، احكالها وقدم لها نفسه أنه هو زاد صحافي. فحنت الأوراق والأحبار واستيلوات لبعضهم. في ترابط الأحداث كريستيان لونغو تم القبض عليه، لكن فما إشكال بالنسبة لترحيله للولايات المتحدة، لأنه إذا يرجع لبلاده باش يتحكم بالإعدام، هذا أقل شيء. الراجل قتل عائلة كاملة، ومش أي عائلة، عائلته هو. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه المكسيك ما فيهاش حكم الإعدام، وما تسلمش المواطنين الأمريكان اللي يهربوا لها ومهدين بالحكم هذا في بلادهم. وعاون الـ FBI القى روحه في مشكل كبير، يعني مستحيل السلطة المكسيكية ترحل كريستيان لونغو، والحل الوحيد أنه كريستيان بنفسه يلزم يطلب أنهم يرحلوه الأمريكا بمحض إرادته. ووقتها السلطة المكسيكية توافق. لكن كيفاش هالمسألة هذه باش تولي ممكنة؟ ولهنا باش تدخل التجربة والحنكة والدراية متاع عون الـ FBI اللي موجود على عين المكان في المكسيك. في نفس السياق من ترحيل كريستيان لونغو الأمريكا، عون الـ FBI اللي موجود على عين المكان في المكسيك ولا يوميا يمشي لكريستيان في البلاصة اللي موقوف فيها، وبقى يعمله في غسيل دماغ ويحكي له على السجون المكسيكية وعلى العنف والقتل والإجرام اللي فيهم وعلى الحراس اللي هما بنفسهم مجرمة. وقال له راه السلطات المكسيكية نكالة فيك وفي أمريكا اللي يكروها باش يحطوك في أتعى سجونهم. المفيد شرب له مخه وزاد قال له انت قاتل عائلتك وباش يسمعوا بالخبر هذا وما يرحموكش، وممكن من الجمعة الأولى باش يلقاوك مدغور وملوح جيفة في تركينة من التراكن متاع الحبس. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، كريستيان لونغو خاف وقبل باش يرجع للولايات المتحدة ويتحاكم غادي. وخلف هذا عون الـ FBI قال له راكب محامين باهين يعرفوا خدمتهم تنجم تمنع من حكم الإعدام. في الحقبة هذه من القضية كريستيان لونغو اقبل وروح في الطيارة، وفي الأثناء وفي وسط هكا الرحلة عون الـ FBI حب يدبر منه اعترافات على الظروف اللي قتل فيهم مرته وصغاره. لونغو ما حب يحكي له شيء ومعطاه حتى معلومة على اللي صار، وحتى في التحقيق بعد ما وصل لأمريكا لا حب يعترف ولا يقول كيفاش صغاره ماتوا. وانهارت المحاكمة ظهر بالحق وبش كبير. قال أنه مرته ماري جين هي اللي قتلت ولدها زكري وبناتها الاثنين سيلي وميديزون، وكي روح ولقاها قدام الجثث نتاعهم نقز عليها خنقها حتى لين ماتت. ومن بعد قام بالتخلص من الجثث الكل كيما حكينا لكم بالتفصيل على مجريات اكتشافهم في البحر. وهذه هي في نهاية الأمر الأقوال متاع كريستيان لونغو، لكن اللي قالوا قدام القاضي حتى واحد ما صدقوا. في نهاية القضية زكري ما حبش يقول على الدافع اللي من أجله قتل عائلته، لكن الظاهر أنه وقت اللي ضيع كل شيء ديونه كثرته ولا مهدد بالسجن، وفوق هذا علاقته فسدت تماما مع مرته ماري جين لأنها ولات تكره كرها مقيت. وقتها قرر باش يقتل عائلته الكل، وكيما هو ما رحمش مرته وصغاره لجنة الحكماء قررت باش ما ترحموش وأيدوا عليه حكم الإعدام اللي تسلط عليه من طرف القاضي. وحتى لليوم يعني أول تاريخ البث هالقضية
كريستيان لونغو مازال موجود في رواق الموت يستنى في التنفيذ متاع الإعدام، وبأزيد نهار يتعدى بأزيد عذاب ليه. هذا إذا كان عنده ضمير وندم على اللي عمله، لكن الظاهر أنه ضميره أكثر من مستتر. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ماضي ساعتين على ديوان فم. ناجي تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.